يعتبر من بين اللاعبين الذين قدموا أنفسهم في أحسن حلة مع بداية هذا الموسم، ولطالما كان محل أطماع كبار الأندية في ميركاتو كل موسم إلى أن التحق هذا الصيف باتحاد العاصمة. إنه فوزيايا المهاجم الذي عرف كيف يفرض نفسه في تشكيلة الاتحاد بسرعة، ومباشرة بعد تعافيه من الإصابة افتك المكانة بشهادة المتتبعين، وحتى أنصار الاتحاد اقتنعوا بما يقدمه يايا بداية من لقاء نصف نهائي رابطة الأبطال أمام الوداد البيضاوي، وكذا في البطولة أمام الاتحاد الحراش بالوزداد، وكذا في مواجهة المدية. وينتظرنا منه المزيد في قادم الأيام في ظل الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قائد مولودية بجاية السابق. فوزي يايا من مواليد 21 سبتمبر 1989 بمدينة تيمزريت هناك في بجاية، أين كانت بداياته مع فريق مسقط رأسه قبل أن يلتحق بالموب ويشق طريق النجاح. يايا خاض تجربة قصيرة مع وفاق سطيف، ومن ثم مع نصر حسنداي، قبل أن يحط الرحال مجددا في فريق يما غورايا ليقوده إلى لقب تاريخي في 2015 بكأس الجمهورية، وكذا المشاركة في رابطة أبطال إفريقيا، وبعدها في كأس الكاف، وبلوغ نهائي تاريخي خسرته الموب أمام تيبي مازيمبي. وكان يايا قد سجل هدفا رائعا في ذهاب النهائي. قائد الموب السابق كانت له تجربة مع المنتخب الأولمبي المحلي والعسكري الذي توج معه بالكأس العالمية سنة 2015، كما بلغ ربع النهائي في 2017، فيما يأمل مع انضمامه إلى اتحاد العاصمة مواصلة التألق وترقب بالمنتخب الأول تحت إشراف الناخب الوطني الجديد رابح ماجر.